اليوم، واليوم نزيد نستقبل ضيفة متميزة أيضا، ضيفة متحدية. ما أجمل التحدي أنه يكون التعويض عن طريق الفن، وللفن شعب كثيرة. ومعنا اليوم فنانة من نوع خاص، اللي هي مصممة أزياء الألبسة العصرية والألبسة التقليدية، فاطمة بوصبع، اللي جاتنا من ميلا. وصلتي متأخرة، من الأخير الحمد لله وصلتي معنا. اهلا وسهلا بك فاطمه بوصبع. شكرا لك على تلبيه الدعوه. وبالمناسبه من خلالك نوجه ايضا تحيه للاخ والشقيق الشاعر طاهر بوصبع، اللي هو في نفس الظروف نتاعك. نخلي لك الكلمه الان فاطمه بوصبع. كيفاش فاطمه بوصبع مع الاعاقه، وقتاش تلاقاو؟ السلام عليكم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا فاطمة بوصبع، جيت من ولاية ميلا. أنا تلاقيت أنا والإعاقة منذ سنة الثالثة من عمري. يعني كان عمرك 3 سنين؟ 3 سنوات بدأت الإعاقة. وسبب الإعاقة واش كان؟ والله سبب الإعاقة أنه مرض ضمور العضلات. نعم. لأني أنا وأخي، وهذا المرض يعني يشمل جميع العضلات الجسم، اللي معروف عند العامة اللي يستعملوا بزاف المصطلحات بالفرنسية، الميوباتي. الميوباتي نعم. هو ضمور العضلات. نعم. انت والاخ نتاعك يعني سابقكم في نفس السن؟ في نفس السن، ولكن هو لما وصل يعني للسن 14 سنة او 13 سنة توقف نهائيا عن المشي. اما انا استمريت حتى سنة 2011. شحال كان في عمرك؟ مش عارف. معليش. المهم انت شافي على ابداعاتك وشافي على موهبتك وشغفك. سنة 2011 سقطت فانكسرت رجلي. من ذلك اليوم صرت على كرسي متحرك. ونعطي معلومه للمشاهدين انه في مرض ضمور العضلات يعني الكسور خطيره جدا، لانه الكسور لا تجبر. لما الانسان يكون عنده مرض ضمور العضلات ويصاب بمجرد شق في العظم، الشفاء نتاعو يعني عسير جدا. يعني العضلات لما يعني تموت ما عندهاش الضمور، ضمورا يضمروا يعني من التلاشي. نعم. فاطمه، عرفتي روحك انك راح تعيشي مع ضمور العضلات. الدراسه نتاعك كيفاش كانت؟ والله الدراسه تاعي يعني كانت، كنا نسكنوا في منطقه نائيه يعني في بشره، في قريه، وكان لا يوجد لا نقل ولا، كنا نمشي على الاقدام. كانت اختي تحملني على ظهرها وتاخذني. تحيه للاخت هذه. اختي رشيده، تحياتي لها. ربي يحفظها.